أهلا وسهلا، صباح الخير سارة. بالفعل إحنا اليوم نتواجد مستشفى الملك فهد للحديث أكثر عن اليوم العالمي للتدخين، تحديدا إحنا عند البوث اللي هم مخصصين للتوعية بالتدخين، لا للتدخين، بكل لغات العالم. راح ينضم إلينا الدكتور أحمد الأهدى للحديث أكثر، مدير عيادات التدخين بمستشفى الملك فهد. تفضل معنا دكتور، صباح الخير، نورتنا على شاشة الإخبارية. دكتور، في البداية خلينا نتكلم عن أهمية هذا اليوم، ما مدى أهمية اليوم العالمي للتدخين؟ طيب، شكرا لكم للاستضافة. حقيقة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين هي فرصة لتسليط الضوء على مرض مزمن وهو التدخين. هو مرض يعاني منه تقريبا 1.3 مليار شخص حول العالم على حسب أرقام منظمة الصحة العالمية. ففعلا هي فرصة تعريف الناس بضرر التدخين وللطرق العلاجية للإقلاع عن التدخين. هي مشكلة عالمية، عشان كذا بنشوف لا للتدخين بكل لغات العالم. فعلا هذه كانت اللوحة، بنحاول نوصل الرسالة بكل لغات العالم، لأنه ما في دولة، ما في مدينة في العالم إلا وبتعاني من هذا المرض المزمن اللي هو استخدام التبغ بشكل عام. لكن اليوم لو نتكلم عن فترة زي فترة كورونا، كورونا بيستهدف الجهاز التنفسي، نفس الشيء التدخين بيضر الجهاز التنفسي، هل صار في وعي أكثر مع كورونا أو خوف زيادة في الناس خلاهم يصيروا أكثر حرص؟ في الحقيقة لو جينا نطالع بزاوية أوسع أو بعدسة أوسع في موضوع الكوفيد 19 أو الكورونا، حنشوف أنه وباء التبغ والتدخين ما يقل أهمية وضرر عن الكوفيد 19، سواء كان من الناحية الصحية أو من الناحية الاقتصادية. من ناحية العضو المستهدف بالمرض كلهم يشتركوا في اللي هو في الرئتين. الكوفيد 19 مرض يستهدف الرئتين بشكل مباشر، والتدخين بيستهدف يعني كثير من أعضاء الجسم، ولكن واحد من الأعضاء الرئيسية هو الرئتين. المدخن عادة بيعاني من التهابات متكررة في الجهاز التنفسي، عادة بيكون بيصاب بضيق تنفس من الأساس بسبب التدخين، فعند إصابته بالكوفيد 19 لا سمح الله حتكون إصابته أكثر شدة من الشخص السليم. أعتقد إلا ما يعني زاد أكثر الوعي عند الناس، خصوصاً خوفهم من كوفيد 19 يمكن زاد الوعي عندهم أكثر. شكرا لك دكتور أحمد، نعتذر طبعا لضيق الوقت لكن ما قصرت، ويعطيك العافية على المعلومات الكافية والوافية. نعود مرة أخرى للاستديو لسارة وعبد الإله. شكرا جزيلا لك غدير البلوشي، يعطيك العافية.